مين اللي بيعطل ده؟ مين اللي بيعطل نجاحك؟ مين اللي عايزك تشتغل كتير والنتيجة تبقى قليلة؟ مين اللي بيخلي الناس تأذيك؟ مين؟ لازم تبقى عارف عدوك. اوعى تفتكر ان اعدائك هو فلان الفلاني او صاحب العمل او اللي في ايده يتخذ القرارات. لا، تخطئ لما تحصر رؤيتك للامور بهذه الطريقه. تخطئ جدا لانك مش شايف العدو الحقيقي. لو دول اختفوا هيجي بدالهم. العدو الحقيقي بتاعك ابليس، رئيس هذا العالم، إله هذا الدهر. وده وصفي أنا لإبليس، اللي قاله الكتاب. إله بيتحكم في أمور روحية كمان لو عطيته مكان. ويضلل الناس في الدوائر الدينية. إله ورئيس بيتحكم بقى في القرارات اللي بتطلع. يتحكم، هو ده العدو بتاعك. لما تشوف العدو بتاعك ده، اوقف 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 نشاطه وعمله ضدك. لو عملتش كده انت بتضيع وقتك، لان المشاكل ستعود. ولو حاولت انت تتخلص من هذه المشاكل بطريقتك، ابليس اكثر خبره منك وعنده امكانيات رهيبه، يستطيع ان يستخدمها لايذائك. لازم تشوف اللي بيحصل ضدك ده وراء ابليس. عشان كده في الاجتماع زي ده وفي الكنيسة بتيجي علشان مع إخواتك اللي حواليك، بتوقف هذا النشاط، بتدوس على الحياة والعقارب اللي بعتها إبليس. تحرك صاحب المصنع، تحرك الراجل اللي الجار اللي بيعمل لك دوشة، بتحرك اللي بيصدروا قرارات ضدك، بتحرك ناس في عيلتك غير مؤمنين. هنا توقف النشاط الشيطاني.